أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماطي بحضور أعضاء من الحكومة بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة بتيبازا على حفل تخرج دفعتان من الضباط والأعوان تضم الدفعة 25 لضباط إعادة التربية التي حملت اسم شهيد الواجب محمد عنيق مصطفى خالد 147 ضابطا، كما تخرج 1730 عونا ضمن الدفعة 33 من أعوان إعادة التربية التي أطلق عليها اسم الشهيد الواجب بن طاهر سيدعلي. وبمناسبة حفل التخرج أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين إلى جانب المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل لدى الوزير الأول، أشرف على تقليد الرتب لإطارات وأعوان إدارة السجون استفادوا من ترقيات استثنائية ليتم تكريم عائلتي شهيدي الواجب اللذين حملت الدفعتان اسمهما.